أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة نقدمها لكم من استديوهات العالي للإعلام. برجاء أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وإليكم أبرز العناوين. زيارة رئيسة إذاعة الإسكندرية ونائب رئيس تلفزيون الإسكندرية لمعهد الإسكندرية العالي للإعلام. تكريم فريق عمل 8 ديسمبر بالإسكندرية العالي للإعلام. فريق عمل فيلم 8 ديسمبر في ضيافة برنامج سكر هانم على قناة نايل فاميلي، وإليكم التفاصيل. بدعوة طيبة من الأستاذ الدكتور فوزي عبد الغني عميد معهد الإسكندرية العالي للإعلام والأستاذ محمد العبيسي نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء هيئة تدريس قسم الإذاعة والتلفزيون والهيئة المعاونة، قامت الأستاذة جيهان مصطفى رئيسة إذاعة الإسكندرية والدكتور حسن صابر كبير المخرجين ونائب رئيس تلفزيون الإسكندرية بزيارة لمعهد الإسكندرية العالي للإعلام، تفقد خلالها استوديو الإذاعة والتلفزيون وقام بافتتاح استوديو الإذاعة الجديد بعد تطويره، وقد أثنى سيادتهم على الإمكانيات الفنية والتطويرات ومستوى التدريب التي يحصل عليها طلاب المعهد، متقدمين بالشكر إلى الأستاذ الدكتور عميد المعهد ومجلس الإدارة لما يقدمه المعهد من خدمات لطلابه وتوفير الأجواء المناسبة لتيسير العملية التعليمية. وفي نهاية الجولة كان هذا اللقاء من داخل استوديو الراديو بالمعهد. شرفنا أن يكون معنا ومعكم اليوم الأستاذة جيهان مصطفى رئيسة إذاعة الإسكندرية والدكتور حسن صابر كبير المخرجين ونائب رئيس قناة الإسكندرية، أهلا بحضراتكم. خلينا في البداية مع أستاذة جيهان، برأي حضرتك بما أن حضرتك رئيسة إذاعة الإسكندرية وقابلت كتير من الخريجين، إيه الشروط الواجب توفرها في خريج الإعلام؟ شروط الواجب توفرها في خريج الإعلام وخصوصا الإذاعة، خلينا نتكلم عن الإذاعة. طبعا في البداية الصوت، يعني لازم نهتم بالصوت، لازم نهتم بمخارج الألفاظ، لأنه الإذاعة عبارة عن ميكروفون فقط، لا يراك المستمع لكن يستمع إليك، وميكروفون الإذاعة زي ما كنت بقول من شوية حساس جدا، والأكثر حساسية منه هو المستمع. المستمع في قمة الذكاء، لا يتخيل أي حد أنه المستمع يعني بيقبل أي حاجة وخلاص. كتير جدا من الناس بتبقى متخيله ان انا طول الوقت يعني وانا بتكلم وبتاع المستمع بيقبل مني اللي بقوله، لا، المستمع لو حس ان في حاجه غلط او شعر بالملل اول حاجه بيعملها ان هو بيدور المحطه على طول. تاني حاجه طبعا مهمه اللباقه، الثبات الانفعالي، ودي حاجه بنأكد عليها عند كل حد حابب ان هو يشتغل اذاعه ويشتغل هوا بالذات، الثبات الانفعالي، لانك طول ما انت قاعد قدام الميكروفون معرض ان يحصل لك اي مواقف طارئه، إذا ما كنتش هتعرف تتصرف فيها بلباقة وكياسة مش هتحافظ على اسمك أولا أنت كإعلامي، ومش هتحافظ على اسم المكان اللي أنت موجود فيه. أهم حاجة كمان الثقافة والمعلومات العامة، ليه؟ لأن حضرتك بتشتغل في أيا كان المجال اللي بتشتغل فيه، حتى ولو كان منوعات وأغاني فقط، أنت معرض طول الوقت أنك حد يسألك سؤال أنت مش عارفه من المستمعين، لو كنت بتشتغل في برامج مباشرة مع المستمعين فقط، لما بتكون مع ضيف وجاي بتتكلم في مجال محدد أيا كان نوع المجال ده، إذا ما كنتش ملم تماما بكافة تفاصيل الموضوع اللي انت بتتكلم فيه الحوار بيقع منك على طول. الثقافة المتنوعة، الثقافة المتنوعة، وخصوصا يعني الثقافة المتنوعة في البداية، لأنك طبعا لازم تبقى يعني ده بينعكس على فكرة على شخصية المذيع، والثقافة المتخصصة في نوعية البرامج اللي هتتخصص فيها أو الضيف اللي موجود معاك بتعمل معاه اللقاء سواء كان مسجل أو كان على الهواء. المظهر شيء مهم جدا جدا جدا، وده كتير من الناس اللي بتشتغل في الإذاعة بتعتقد انه مش مهم، لكن لا، انت لما بتشتغل في الإذاعة وبتعقد لقاء او بتتفق مع اي ضيف انك هيكون معاك سواء تسجيل او هوا، الانطباعات الاولى تدوم. اذا ما كانش شكلك مناسب ومش لازم تبقى لابس حاجات يعني براندات وبتاع، لكن اللبس منسق، الشكل منسق، النظافه مطلوبه، لانه ده بينعكس على طول على الضيف اللي قدامك. الالوان الهاديه كمان، الالوان الهاديه، ليه؟ لانك لو الضيف ما استريحلكش مش هتاخد منه اللي انت عايزه ابدا. صح، تمام. فدي حاجات يعني مبدئيه لازم كل واحد حاب ان هو يشتغل في الاذاعه يكون حاططها في باله، لانه الحاجات دي هي اللي بتفرق عن واحد بيعمل اسم ويبقى اسمه يعني شغال هو على اسمه، وبين حد بيشتغل ممكن يشتغل شويه ولا يخالفه الحظ. مظبوط مظبوط.
دكتور حسن، يا بما ان حضرتك مخرج كبير وتعرف كتير في التقنيات، من وجهة نظر حضرتك شايف ايه اهم التقنيات او الامكانيات التقنية الواجب توفرها في اماكن العمل لتدريب الطلاب؟ بالنسبة لتدريب الطلبة ولا حضرتك بتسأليني على الخريج نوعية الكواليتي؟ السؤال اللي سألته بالنسبة لتدريب الطلاب بالفعل. بصي حضرتك، انا النهاردة يمكن اول مرة ادخل معهد اسكندرية الاعلام، بالأمانة يعني وبدون مجاملة شفت تكنولوجي وشفت إمكانات غير محدودة، من شأنها أنها تخرج نوعية خريج يكون قابل أنه يلتحق بسوق العمل مباشرة، مش محتاج بقى وقت يتدرب وده وقت بره. لأن خصوصا كنت لسه بتكلم مع سيادة العميد دكتور فوزي، النهاردة بقت التعيين كله قطاع خاص، فمبقاش في رفاهية أن أنت تروح مكان تقول لهم أنا عايز أتدرب. ده هو بيعلن الإعلام مثلا عاوز معد برامج، فعايز واحد وانسوا انه وقع معايا العقد تاني يوم يشتغل، وقع معايا عقد انه مذيع يبقى عنده تكنيك البرزنتيشن ويعرف ازاي يقعد قدام كاميرا وازاي يؤدي و الى اخره، جبت مساعد اخراج او مخرج ثالث عينته تاني يوم يكون يقدر ينزل اوردر ينفذ اوردر او يعمل الاعمال الاخرى المكلف بيها سواء كانت برامج او برامج مسجله. فطبقا للكلام اللي انا بقوله ده، محتوى التكنولوجي الموجود النهارده في المعهد عندكم بسم الله ما شاء الله يعني حاجه مشرفه جدا جدا، واعتقد برضو اكد الكلام مره ثانيه تضمن لكم كواليتي خريج عالي جدا جدا قادر على المنافسه في سوق العمل. بحضور الاستاذ محمد العبيسي نائب رئيس مجلس اداره معهد الاسكندريه العالي للاعلام واعضاء هيئه التدريس قسم الاذاعه والتلفزيون بالمعهد، قام الأستاذ الدكتور فوزي عبد الغني عميد المعهد بتكريم فريق عمل 8 ديسمبر الحاصل على الجائزة الأولى لفئة الأعمال الدرامية بمهرجان الشارقة. وخلال فعاليات التكريم أشاد أعضاء هيئة التدريس المشرفين على العمل في معهد الأسكندرية العالي للإعلام بالجهود التي بذلها فريق العمل لتحقيق المركز الأول، وكذلك لتشجيع كافة الطلاب على بذل الجهود وتحقيق التفوق. يسعدني طبعا ان احنا نحتفل اليوم بطالبات المعهد، واهنيكم على حصولكم على الجائزة الاولى في المسابقة اللي تمت في جامعة الشارقة. وطبعا معهد اسكندرية العالي للاعلام لما يحصل على الجائزة الاولى على مستوى الدولي فدي يعني فخر للمعهد واعتزاز بيكم، فأنا بأهنيكم وبشكركم على الإنجاز اللي تم بإشراف طبعاً الأساتذة والهيئة المعاونة والأستاذ هشام. أشكركم على هذا المجهود العظيم وكل الفخر والاعتزاز بكم، وإن شاء الله يكون في جوائز أخرى للأقسام الثانية في المعهد، وده فخر للمعهد ولكل المصريين. استضاف برنامج سكر هانم على قناة نايل فاميلي يوم الاثنين الماضي فريق عمل فيلم 8 ديسمبر الفائز بالجائزة الأولى في مهرجان الشارقة لفئة الأفلام الدرامية، ليكشفوا عن كواليس العمل وكيف بدأت الفكرة والرسالة التي يهدف إليها الفيلم وأبرز المواقف التي تعرضوا لها أثناء التصوير. حته كده رعب، هي ما كنتوش خايفين ان شويه من المكان انه مهجور والمؤذين يعني صوت الراجل اصلا وهو بيقول الجمله اللي فيها شعوذه لما بنته دخلت بقى وشافته لا صوته كان قوي جدا. والى هنا تنتهي نشرتنا الاخباريه لهذا الاسبوع، قدمها لكم منار دفشر وعلي الدين مصطفى، والى اللقاء في نشره اخباريه اخرى من العالي للاعلام، دمتم على خير.